بمعالمها الأثرية وتراثها العتيق، ترى تعانق الحضارات كلها اجتمعت في مدينة واحدة. يمكنك اكتشاف كل هذا في رحلة تستغرق مدة من الزمن. الجزائر بلد جميل جدا وله تاريخ عريق، حقا اكتشفنا معالم هامة. باش الانسان يديكوفري كاع هاد لاتور، هاد السيتي تور. لي جون سي لي توحشوا بلادهم كي يجوا يشوفوا المناظر هادو يزوروهم، سا لوغ في كمام انتيكوا. برنامج مسطر لتنظيم جولات استكشافية من قبل شركة إيتوزا بمدينة الجزائر العاصمة، ترافقها مرشدة سياحية لتزويد الزائرين بالمعلومات التاريخية عن الأماكن الأثرية. البرنامج متواجد سنوياً كل يوم اثنين، ثلاثاء، جمعة وسبت. يعني المواطن الجزائري باش يجي يعني يلتحق بالبرنامج، ما عليه إلا يجي للنقاط تاعنا اللي حينطلق منهم البرنامج، واللي هما كالآتي: يوم الجمعة راح يكون في الصابلات، والأيام الأخرى الثلاثاء، الاثنين والسبت راح يكون من برومي ماي، يعني من أول ماي. مثل هكذا مبادرات من شأنها تنشيط الفعل السياحي وتطوير المنتوج السياحي المحلي وتفعيل دور السياحة كمورد هام في الاقتصاد الوطني.